السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أيام الحجر الصحي أنا أفتتح تواصل مباشر عبر هذه الفيديوهات. بوصلتنا قيمنا، منظومة عشرية لقيم المؤمن. منظومة يعني القيم بعضها يشد البعض الآخر ويعضده. ففي الوقت الذي نستقبل فيه طوفانا في جميع الأبعاد، وخصوصا الطوفان الاقتصادي والطوفان في والناس في حجرهم الصحي، المؤمن والحمد لله له بوصلته في هذا الطوفان لكي لا يفقد التوجه. وبوصلته هي قيمه، وقيمه يستنبطها من كتاب ربه عز وجل ومن سنة حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ليس إلا أمر ليس بغريب. فما دمنا نأخذ البوصلة من خلال المنظومة القيمية لهذه البوصلة، نشق طريقنا وسط هذا الطوفان، وتكون النجاة إن شاء الله عز وجل. أرجو أن يكون يعني هذا التداول وهذا التدارس لهذه القيم تنويرا للعقل وتحفيزا لهمة العمل والتخلق، فهذا هو المقصود، ليس المقصود فقط كلام من أجل الكلام. نسأل الله التوفيق لنا ولجميع المشاهدين والمتتبعين، والتوفيق للمسلمين جميعا للغنيمة من هذا الحجر الصحي الذي أكرمنا الله عز وجل به، وللإنسانية جمعاء أن يخرجها الله عز وجل مخرجا حسنا من هذا الحجر الصحي، وأن ينجيها من طوفان الذي يعني تسبب فيه الاستكبار العالمي المهيمن. والحمد لله رب العالمين.